ان من الناس من يعتقد ان اولياء الله هم اولئك الراقدون في الاضرحه او تحت القباب وانما الولي هو المؤمن التقي ايا كان شانه في الدنيا فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون والولي ماخوذ من الولاء وهو القرب فولي الله هو العالم بالله المتقرب اليه بالمواظبه على طاعته المخلص في عبادته واولياء الله هم الذين يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله واما زعم استغناء الاولياء عن اتباع النصوص الشرعيه بما يقع في قلوبهم من العلوم الالهيه فكذب وضلال ولا يشترط ان تظهر على ايديهم الكرامات لذلك قال الائمه لو رايتم الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الامر والنهي وليس لاولياء الله شيء خاص يتميزون به عن عموم الناس من ملابس معينه او قصه معينه او غير ذلك والاولياء ليسوا بمعصومين بل يجوز عليهم الخطا ولكنهم لا يصرون عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فالمؤمن الظالم لنفسه معه من ولايه الله على قدر ايمانه ومعه من ولايه الشيطان على قدر عصيانه وافضل اولياء الله رسله وانبياؤه وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وامام المتقين فتولى اولياء الله واحذر من معاداتهم فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب